وظيفة منزلية خاصة بالعطلة، وفي هذه الوظيفة سنراجع كل الدروس التي تعرضنا لها في الفترة التالية، أي أن أي تلميذ مازالت عنده أي صعوبة بهذه الوظيفة سيراجع كل الدروس الخاصة بالفترة التالية. أولا نبدأ مع حسابات. العملية الأولى 965 في 3، 287 في 4، 631 في 5، 749 في 6، 4382 في 7، 6534 في 8، 5789 في 9. كما تلاحظون أغلبية الجداول وضعها 3 4 5 6 7 8 9. فهمنا؟ F والاسترجاع دائما 8691 ناقص 7793، 1346 ناقص 857، 9847 زائد 486 إلى آخر عملية، 2306 زائد 9694. دائما لا ننسى في عملية الضرب وعملية الطرح وعملية الجمع، دائما لكي يكون عملي صحيح ومتقن على التلميذ وعلى الأمهات، يجب أن تركز دائما مع أولادك أن يضع الآحاد تحت الآحاد والعشرات تحت العشرات والمئات تحت المئات والآلاف تحت الآلاف، لكي يكون عملي منظم. وأقوم بكتابة الرقم واضح، مثلا لا أكتب 9 هكذا وأكتب 7، يجب أن يكون الرقم واضح هكذا 3 4 مثلا و0، ويكون الرقم تحته مباشرة لكي يكون عملي منظم، مثلا 3 5 و6. 750 كمساعد لتسهيل هذه المدادات. نشاط آخر، 1 كيلومتر كم يساوي من متر؟ 3 كيلومتر و8 متر كم تساوي من متر؟ كلها هذه كم تساوي متر؟ 4 كيلومتر و506 متر كلها كم تساوي من متر؟ 254 متر كم فيها من كيلومتر ثابت وكم من متر؟ هذه خاصة بالمسافات. نذهب إلى السعات، 1 لتر كم يساوي من مليلتر؟ من اللتر إلى المليمتر ماذا نفعل؟ كما درسناها. نذهب إلى الكتل، 1 كيلوغرام كم يساوي من 5 كيلوغرام كم يساوي من جرام؟ 6000 جرام كم تساوي من كيلوغرام؟ نجمع بينهما، 3 كيلوغرام و400 جرام كم تساوي كلها من جرام؟ نشاط آخر خاص بالتفكيك وإيجاد أنصاف الأعداد. هنا سأطلب منك إيجاد أنصاف الأعداد، لكن بشرط باستعمال طريقة التفكيك. فهمنا؟ السؤال الخامس، أكمل ما يلي، 62 في 100 كم تساوي؟ 74 في 1000 كم تساوي؟ 518 في 10 كم
تساوي 316 في عدد ما هو تبحث عليه، تعطينا النتيجة 3160. عدد أضربه في 100 يساوي 2100. والأخيرة 1000 في عدد أبحث عنه، تعطينا النتيجة 371,000. السؤال السادس، احسب الجداءات التالية، لكن ماذا الشرط؟ باستعمال خاصية التوزيع. 37 في 14، 28 في 23، 70 في 105. لماذا كتبت 14 و23 و105 بلون مغاير؟ أي أنني أفرض عليكم أن تقوموا بتفكيك ال 14 و23 و105 وهي التي ستقومون بالتوزيع عليها. لا يفكك لي أي 37، فكك لي ال 14 وأكمل خاصية التوزيع. يملك كريم 120 كرية، وعند مريم 160 كرية، فأعطى المعلم لكل واحد منهما 20 كرية. كم أصبح عدد الكريات عند كل طفل؟ في المساء لعب كريم ومريم مع أصدقائهم فربح كريم 20 كرية، وخسرت مريم خسرت مريم نصف عدد كرياتها. كم أصبح عدد كل أصبح عند كل طفل من كريات في المساء؟ باع كريم كل كرياته بمبلغ 7 دينار لكرية واحدة. كم جمع كريم من دينار؟